الكوبي بودا، المخلوقات المجهرية العملاقة أو مجدافيات الأرجل، قشريات صغيرة تعيش في الماء. على الرغم من صغر حجمها إلا أنها تعتبر من أقوى الكائنات الحية على وجه الأرض. تتمتع بقدرة استثنائية على القفز والسباحة، مما يجعلها فريسة صعبة على الحيوانات المفترسة. تتراوح أحجام الكوبي بودا من نصف مليمتر إلى 1.5 مليمتر، مما يجعلها حيوانات مجهرية. تتميز بجسم بيضوي وبطن قصير مع زوج من قرون الاستشعار واثنين من زوجي الهوائيات وخمسة أزواج من الأرجل. تتواجد الكوبي بودا بألوان مختلفة منها الأحمر والبرتقالي والأزرق والأخضر. تتغذى على العوالق النباتية والحيوانية وتلعب دورا مهما في السلسلة الغذائية البحرية. تتميز بحركة سريعة ورشيقة وتستخدم أرجلها للسباحة والقفز، فهي تتمتع بقدرة هائلة على القفز، حيث يمكنها القفز لمسافات تزيد عن 50 ضعف طول جسمها. تتميز بقدرة عالية على السباحة، حيث يمكنها السباحة بسرعة تزيد عن 10 أضعاف طول جسمها ذاك في الثانية الواحدة. على الرغم من صغر حجمها إلا أن الكوبي بودا قوية للغاية، حيث يمكنها سحب أضعاف وزنها، فهي تتمتع بقدرة عالية على التكيف مع مختلف الظروف البيئية الصعبة، حيث تعيش في المياه العذبة وكذلك تعيش في المياه المالحة وفي درجات حرارة مختلفة. لها دور في النظام البيئي، وتعتبر الكوبي بودا مصدراً غذائياً مهماً للعديد من الكائنات البحرية مثل الأسماك وكذلك الحيتان. تلعب الكوبي بودا دوراً مهماً في إعادة تدوير المواد العضوية ذاك في النظام البيئي البحري، وتساعد الكوبي بودا في التحكم في نمو العوالق مما يمنع ازدهار الطحالب الضارة. هي أكثر الكائنات البحرية انتشاراً على وجه الأرض، حيث توجد في جميع أنحاء العالم. هي أقوى حيوان في العالم. على الرغم من صغر حجمها إلا أن الكوبي بودا تعتبر أقوى حيواناً في العالم بالنسبة لحجمها، وهي أكثر الحيوانات تنوعاً، فيوجد منها أكثر من 10,000 نوع من الكوبي بودا. الكوبي بودا هي مخلوقات صغيرة ومذهلة، تلعب دوراً مهماً في النظام البيئي على الرغم من صغر حجمها إلا أنها تتمتع بقدرات استثنائية تجعلها من أقوى الكائنات على وجه الأرض. كانت هذه نبذة مختصرة عن الكوبي بودا. هل لديك معلومات أخرى عن الكوبي بودا؟ إن كان لديك معلومات أخرى عن الكوبي بودا اكتب لنا في التعليقات.